الناس. الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم. حنان دمير حنان ودمير غزلان ودبي إيمان بنت بنتي إيمان بنت هاد هيا تعقبت وما بقات عندها الصحة من أجل بنتها والحمد لله. حالتي كتوري هاجي عندي للدار وشوفني كيفاش عايشة، طلع ليا في داري وشوفني كيفاش كنعيش. أنا مريضة من نهار ماتوا البنات وأنا ما أنا في حالة الرجفو من نهار ماتوا بناتي وأنا قلت صحتي والدواء البنات اللي كيشريو ليا وأنايا أنا وداك الراجل هو فاتح وأنا مكنتني الله يجيك الضيقة بسير واجي للمحكمة 7 سنين وأنا غادة جاية غادة جاية غادة جاية غادة جاية غادة دون فايدة. الآن شي حاجة ما كاين وصحتي قلت دابا ما المجمع ما نمشي ليه العرس ما نمشي ليه العزاء ما نمشي ليه فين ما مشيت كنتفكر وتنطيح. اللهم نقعد الأرض دابا ديك القعاد راه ضرني صحتي قلت وليت بحال زحافة كنحس براسي زحافة راجلي ما عنده صحة وأنا ما عندي صحة من أجل دوك البنات ورجع في الله. واش كتطلبي اليوم؟ كنطلب من المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار ويردوا لينا البال انا وداك الراجل. هادشي اللي كنطلب هادشي اللي كنطلب راه 7 سنين هذه وما يزيد عليه رجع في الله. هادشي اللي كنطلب. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Miditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.